إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو الدرس الأخير في هذا الكتاب المبارك لمع الاعتقاد لموفق الدين بن قدامة، وفي مسألة من أهم المسائل أشار إليها المؤلف بقوله: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. وهذه عبارة موجزة من المؤلف عليه رحمة الله تبين منهج أهل السنة والجماعة بالتكفير. وموضوع التكفير في هذه الأزمنة المتأخرة موضوعنا الناس فيه طرفان ووسط، فإن من الناس من غلا في التكفير وأحيا مذهب الخوارج وكفر المسلمين بذنب دون الشرك بالله عز وجل، ومنهم من جفا وجهل أو جهل نواقض الإسلام وصار يطلق على من ارتكب نواقض الإسلام الصريحة مسمى الإسلام وصار يتولاه، وحصل في ذلك تحريف للنصوص الشرعية في كلا الجانبين. والصواب هو الوسط، وهذا الوسط بمعنى العدل، والعدل في هذا الأمر هو التزام الكتاب والسنة، فمن كفره الله عز وجل ورسوله فهذا هو الذي يكفر، ومن لم يكفره الله عز وجل ولا رسوله فلا يكفر. وننتبه لألفاظ الوعيد التي تأتي في الأدلة وفي النصوص، فإن ألفاظ الوعيد تمر كما جاءت ولكن لها لا تحمل على الكفر الأكبر إلا بقرينة تدل على ذلك. ولهذا فقول المؤلف هنا: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، فهو أولاً أشار إلى أنهم من أهل القبلة، ومعنى ذلك أنهم يصلون إلى جهة القبلة، وأن الذي لا يصلي إلى جهة القبلة فلا يسمى من أهل القبلة، الذي لا يصلي بتاتاً. ولهذا اعتبر كثير من أهل العلم بأن من ترك الصلاة تركاً كلياً فإنه كافر، لأنه هنا يتكلم عن أهل القبلة الذين يتوجهون إلى جهة القبلة، أما شخص لا يتوجه إلى جهة القبلة فليس من أهل القبلة. وإذا قيل أن هذا ليس من أهل القبلة فمعنى ذلك أنه كافر والعياذ بالله. وأما قوله بذنب فالمراد بذنب دون الشرك، فإن الشرك ذنب كما مر معنا بأن الشرك يدخل في الكبائر، لكنه إذا ارتكب الشرك فإنه يكفر لا شك في ذلك، فإنه يكفر بارتكابه للشرك. والكفر والنفاق وكل ما هو من نواقض الإسلام
فإنه يكفر به، وهذا يخص منها الذنوب التي هي الكبائر التي لا تدخل في مسمى الشرك ولا مسمى الكفر. وقوله لا نخرجه من الإسلام بعمل، فهذا أيضاً يحتاج إلى تقييد، فإن الصلاة عمل وتركها كفر تركاً كلياً، وإن الذبح عمل والذبح لغير الله كفر، لا شك في ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكذلك من المكفرات الصريحة من الأعمال أن يتعمد أن يضع المصحف في القاذورات من غير إكراه، فهذا عمل وهو مكفر بإجماع المسلمين، أن يتعمد وضع المصحف في القاذورات من غير إكراه. ومن ذلك أيضاً أن يسجد للصنم من غير إكراه، وهذا عمل. فإذن قوله ولا نخرجه عن الإسلام بعمل يريد بعمل دون الكفر، فهذه مكفرات. فلا بد أن يفهم كلام الشيخ على أنه موافق لمنهج أهل السنة والجماعة، وليس فيه دليل على مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل بتاتا من الإيمان. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في إيضاح هذه المسائل بكلام مختصر ومفيد، وأنصح بقراءته. كتاب كلام ابن عثيمين ذكره في تعليقات على هذه العقيدة، كتاب مطبوع بعنوان تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها، لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك ولا يخلدون في النار، يعني لا يقال إنهم خالدون في النار، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر، ولو كان كفراً لانتفت الأخوة الإيمانية. وجه الاستدلال واضح عندكم، أنه ما أزال الأخوة الإيمانية مع وجود الاقتتال، والاقتتال من الكبائر، فدل على أنهم لا يكفرون بالاقتتال، يعني لو قتل مسلم مسلماً فهو ولو كان متعمد لذلك فهو لا يكفر بهذا القتل، إلا في حالة واحدة إذا استحل له، إذا قال أن هذا حلال من غير شبهة فهذا لا شك في كفره، لأنه مكذب لأمر قطعي في الدين، مكذب لنصوص القرآن، ولهذا دائما يقيد فيما يتعلق بالكبائر ما لم يستحل لها، فإن الاستحلال شيء آخر، حيث أنه كذب النصوص القطعية الواضحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، وهذا في حديث الشفاعة، يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، يعني من النار، وهو متفق عليه. فدل على أنه مهما ضعف الإيمان ولم يزل بالكلية فإن هذا لا يكفر، لأنه يخرج من النار، فإن الكافرين لا يخرجون من النار البتة، الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، فكونهم أخرجوا من النار مع وجود ولو إيمان صغير في القلب بمقدار حبة، فدل على أنهم من أهل الإسلام، ولا شك أن الذين هذا حالهم قد ارتكبوا كبائر، فهم يعذبون على هذه الكبائر
ومع هذا بقي لهم الإسلام. قال: وخالف في هذا طائفتان. الطائفة الأولى الخوارج، والخوارج يعني تعرفونهم، هم الذين كفروا عثمان رضي الله عنه وكفروا عليا وخرجوا على في خلافة علي وحاربوهم في النهروان، وكانت الشبهة التي عندهم أنهم ارتكبوا مكفرات ويرون أنهم خرجوا من الإسلام، والشبهة التي عندهم قائمة على غير أساس، لأن استدلالهم غلط ليس بصحيح، فهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا كما تعلمون معارض لإجماع المسلمين، فإن السرقة كبيرة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الزنا كبيرة، ورأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود على أهلها ولم يكفرهم، ولو كانوا كفاراً لأقام عليهم حد الردة وليس حد الكبيرة، فدل على أن قولهم في مرتكب الكبيرة أنه قول خرجوا به عن جماعة المسلمين عن جماعة المسلمين وإجماع المسلمين، ولهذا سموا خوارج، وهم خرجوا على ولي الأمر. لكن لا بد أن نميز بين من خرج على ولي الأمر وهو لا يكفر مرتكب الكبيرة، فهذا وإن سمي خارجياً فلا ينطبق عليه مسمى الخوارج التي جاءت فيهم الحديث أنهم يمرقون من الدين وأنهم كلاب أهل النار، وإنما ارتكب كبيرة من الكبائر. فإن جمع بين الأمرين، فإن كفر مرتكب الكبيرة فهو خارجي ولو لم يخرج على ولي الأمر. إذا كفر مرتكب الكبيرة ولو لم يخرج على ولي الأمر فهو خارجي، خارجي على إجماع المسلمين، خارجي على إجماع المسلمين في هذا الأمر. ولهذا الذين قاتلوا الحجاج ابن الأشعث ومن معه من بعض الفقهاء لا يسمون خوارج، لا يسمون خوارج لأنهم لم يكفروا المسلمين إلا من باب أنهم خرجوا على ولي الأمر، فهذه مسألة ثانية، فلا بد أن نفرق بين هذا وبين هذا. يعني من اجتهد من بعض المسلمين فخرج على ولي الأمر فقد ارتكب خطأ جسيما، لكنه إن خرج عليه وكفره بما يظن أنه بالكبائر ويظن أن هذه الكبائر مكفرة فهو على مذهب الخوارج قطعا من كل جنب من كل جهة، وإن كان لم يكفره بالكبائر وإنما ظن أنه ارتكب كفرا من المكفرات فهذه قضية أخرى، هل هذا الظن صحيح ولا باطل، لأن الخروج على ولاة الأمر كما سيأتي لا بد أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. قال الطائفة الأولى الخوارج قالوا فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. الفرقة الثانية المعتزلة. المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وأصل مذهبهم هذا هو الذي اعتزل لأجله واصل بن عطاء، فإن واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري، فلما قرر الحسن البصري مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، عارضه في ذلك وقال يخرج من الإيمان لكنه في الدنيا لا يسمى كافر، وإنما في منزلة بين المنزلتين، فإذا مات وهو على الكبيرة فإنه خالد مخلد في النار. ولهذا المعتزلة فسقوا الصحابة ولم يكفروهم، وإنما اعتبروهم فسق في الدنيا لأنهم عندهم في منزلة بين المنزلتين، فإذا مات على هذه الكبيرة فهو عندهم خالد مخلد في النار. قال
ابن عثيمين عليه رحمة الله، ونرد على الطائفتين بما يلي: مخالفتهم نصوص الكتاب والسنة، والمخالفة ظاهرة أن فيه كبائر جعل لها حدود وليست هي مكفرة، وهذا أمر مجمع عليه. ولذلك رد عليهم بالأمر الثاني، قال: هو مخالفتهم لإجماع السلف، والمراد بالسلف هنا الصحابة، فإنهم أجمعوا على ذلك، ولذلك ليس مع أهل البدع أحد من الصحابة من فضل الله عز وجل، فإن المعتزلة ليس فيهم أحد من الصحابة، والخوارج ليس فيهم أحد من الصحابة. ثم قال ابن قدامة: ونرى الحج والجهاد ماضياً مع طاعة كل إمام، ونرى الحج والجهاد ماضياً مع طاعة كل إمام براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وهو أشار إلى ما يتعلق بالحج والجهاد، لأن خلفاء المسلمين كانوا هم الذين يتولون الحج والجهاد، فهم الذين يقودون الحجيج ويقودون الجهاد، وكانوا هم الذين يصلون بالناس. وأحياناً إذا لم يحج الخليفة فإنه يرسل من ينوب عنه ويحج بالناس، وهذه شعائر عظيمة لا يجوز أن تعطل لأجل أن الخليفة حصل عنده فسق أو نحو ذلك. أما لو حصل عنده كفر فالكافر لا ولاية له على المسلمين، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذا كان كفر صريح وليس بتوهمات. لكنه إذا فسق وكان فاجراً، ولهذا قال: كل إمام براً كان أو فاجراً، يعني عنده فجور ظاهر، فهذا يحج معه ويصلى معه الصلاة وتصلى معه الجمعة ولا حرج في ذلك. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن هذا من أعظم الأمور، فلو ترك الجهاد لاستولى الكفار الصرحاء على المسلمين. لو ترك الجهاد مع الإمام الفاجر العاصي الفاسق فإن هذا يتسلط بسببه الكفار الصرحاء على المسلمين، فلهذا فيه دفع شرع المسلمين، ولهذا نصوا على الجهاد والحج والصلاة، وهذا أمر واضح. ولهذا لما حصر الثوار الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه، لما حصروه وصاروا يصلون بالناس في المسجد النبوي، فاستفتى عثمان رضي الله عنه فقال: صلوا معه، وهم ثوار، وقتلوا عثمان بعد ذلك، لأن عملهم هذا ما أخرجهم من الإسلام، عملهم الذي صنعوه ما أخرجهم مع الإسلام من الإسلام، فلهذا أفتاهم عثمان رضي الله عنه أن يصلوا معه. ولخص هذه المسائل ابن عثيمين عليه رحمة الله فقال: الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها، يعني يجب على المسلمين أن يقيموا والي عليهم، لأن أمور المسلمين والحدود وغير ذلك لا تقوم إلا بوجود خليفة. قال: وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة. الأول النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه، يعني أن أبا بكر أوصى الصحابة أن يبايعوا عمر بن الخطاب لما يعرفوا من فضله وعلمه ومكانته، فهذا بنص منه، وهو رضي الله عنه غير متهم في وصيته، فهو أوصى المسلمين بالأصلح لهم. هذا الطريق الأول، أن يكون نص على من الخليفة على من يتولى بعده. الأمر الثاني، الطريقة الثانية، اجتماع أهل الحل والعقد
سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنه باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال وكما في خلافة علي رضي الله عنه. يعني أن أهل الحل والعقد إما أن يعينهم الخليفة الذي غير متهم في دينه مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه عين الستة البقية من العشرة المبشرين بالجنة، وقال معهم ابنه ابن عمر، ثم قال وليس له من الأمر شيء، يعني لا تجعلونه خليفة، وإنما من باب التعزية له. فعين هؤلاء الستة فتشاوروا فيما بينهم واجتهدوا واستشاروا الصحابة، فوصلوا إلى أن يتولى عثمان رضي الله عنه، فأجمعوا على الولاية بعثمان. فهذا شورى في أهل الحل والعقد وهم معينين بأسمائهم، وشورى في أهل حل وعقد غير معينين، فإن الذي بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه هم أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فهم من أهل الحل والعقد. وكذلك علي رضي الله عنه بعد أن قتل عثمان، استشهد عثمان، اجتمع الصحابة من أهل الحل والعقد فبايعوا علي رضي الله عنه بالخلافة، فكانت بيعته صحيحة منعقدة، فدل على أن هذه الطريقة طريقة صحيحة، وهي بخلاف ما يسمونه الديمقراطية المعاصرة، فإن الديمقراطية المعاصرة ما تجمع أهل الحل والعقد، بل تجمع المسلمين مع الكافرين مع المنافقين مع النساء مع الرجال إلى غير ذلك، فينظرون إلى الأغلبية، وهذه قد تكون في مجتمع أغلبيته من أهل النفاق أو أغلبيته من أهل العلمنة والفسق والزندقة، فليست هذه طريقة الصحابة الذين ينسبون هذه الطريقة الديمقراطية إلى منهج الصحابة، فهم قد كذبوا على الصحابة، فليس هذا. ولذلك كان في المدينة نساء وكان فيه رجال وكان فيه غيرهم كثير، وإنما اقتصر على أهل الحل والعقد. ولهذا لما حضر رؤوس الناس في سقيفة بني ساعدة فإنهم قد اختاروا أبو بكر وتم الأمر، وكذلك الذي حضر من رؤوس الناس الذين كانوا في المدينة اختاروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليست هي الطريقة الغربية المعاصرة التي افتتن بها كثير من الناس ويظنون أن هذا هو الطريق الأمثل، وليس هذا هو الطريق الصحيح، وإنما الطريق الصحيح هو أن يكون من أهل الحل والعقد أهل العلم أهل الإيمان أهل الفضل أهل التقوى الذين يعرفون مصلحة الإسلام. هذا هو الطريق الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. الطريق الثالث القهر والغلبة، كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له، يعني شخص يأتي بالقوة ويخرج على ولي الأمر ثم يغلبه ثم يتولى على الناس، كما حصل في الدولة العباسية، فإنها حاربت الدولة الأموية حتى استولى خلفاء الدولة العباسية على الدولة الأموية، وكثير كانت الخلافات تتداول بهذه الطريقة، أن يأتي شخص ويعصي الله عز وجل ويخرج على ولي الأمر ويتسلط عليه ويكون فيها سفك دماء. ولهذا سمي أحد خلفاء بني العباس بالسفاح لكثرة الدماء التي ثم يستولي، فإذا استولى واستقر له الأمر وغلب الناس واستقر له الأمر فعند ذلك يطاع، لأن الاستمرار في منازعته يفضي إلى فساد عريض وإلى دماء كبيرة إلى غير ذلك، ولهذا يطاع إذا تغلب مع معصيته
ومع أن فعله هذا لا يجوز أن يخرج على ولي الأمر الذي قبله، لكنه إذا تغلب فإنه يطاع. ثم قال عليه رحمة الله: طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة. إيش غيره من ولاة الأمور؟ يعني إذا وضع عليك أمير، إذا وضع عليك أمير في بلد، أو وضع عليك أمير يقود الجيش أو نحو ذلك، فإن طاعة أمير الأمير من طاعة الأمير. قال: طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهو حديث متفق عليه، لأن حق الله أعظم من حق المخلوقين. فإذا أمر بالحق فإنك تطيعه، فأما إذا أمرك بمعصية فإنك لا تطيعه في المعصية، لكن لا تخرج عليه، لا تطيع. لو قالك: اقتل فلان، قل لا، بغير وجه حق. اشرب الخمر، قل لا. اعمل الربا، قل لا. افعل الزنا، قل لا. لكن هذا لهم ليس مبرر لك أن تخرج عليه وأن تحاربه، وإنما تمتنع أن تعصي الله عز وجل لأجل مخلوق. السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، حتى ولو أنت كرهت هذا الأمر الذي أمرك به، يعني فيه مشقة عليك ونحو ذلك، ما دام أنه ليس بمعصية فإنك تطيعه فيه. ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا حديث صحيح متفق عليه، لا إشكال فيه. قال: وسواء كان الإمام برًا وهو القائم بأمر الله فعلًا وتركًا، أو فاجرًا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة. لاحظتم كيف؟ تكره ما عليه من المعاصي، لأن إنكار المنكر واجب، وآخر الإنكار هو بالقلب، أن تنكره بقلبك، فلا بد أن تكره. فإن لم تكره بقلبك فإنك مقصر وآثم. تكره المعاصي الذي هو عليها، لكن لا تنزع يدا من طاعة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال: والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبراراً أو فجاراً، لأن مخالفتهم بذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم. وهنا المؤلف ابن قدامة ذكر حديث يستدل به على ما ذهب إليه، فقال: قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، هذه الأولى. والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، هذه الثانية. والثالثة: الإيمان بالأقدار. وهذا الحديث رواه أبو داود وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي في السنن، وفي الاعتقاد، والضياء المقدسي في المختارة. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله علق على هذا الحديث الذي ذكره ابن قدامة، فقال: الحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف، كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. لكن إذا كان الحديث بهذه المثابة، فهل يحتج في العقيدة بحديث ليس بصحيح؟ الصواب لا، لا يحتج في باب العقائد ولا في الأحكام بحديث ليس صحيح. لكن هذه المسائل التي ذكرها لها أدلة صحيحة، ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله:
والثلاث الخصال المذكورة فيه هي الكف عن من قال لا إله إلا الله، والجهاد ماض، والإيمان بالأقدار. وهذا كله عليه أدلة صحيحة. ولهذا قال: والخروج على الإمام محرم، لقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. وهو حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. وهذا أيضاً من الدلالة على أن ترك الصلاة كفر، لأنه نهى عن الخروج عليهم ما صلوا. فإذا كانوا يصلون فإنه لا يخرج عليهم، إذا كانوا لا يصلون البتة فهذا يدخل في باب الكفر البواح. وقوله: ولكن من رضي وتابع، يعني رضي المنكر بقلبه، فإن هذا مؤاخذ على رضاه، لكنه إذا أنكر بقلبه فإنه قد سلم، إذا لم يستطع أن ينكر بيده ولا بلسانه. ثم قال عليه رحمة الله: ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح، كما في حديث عبادة. ثم قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. انتبهوا لهذا الأمر جيدا، فإن بعض الناس قد يخوض فيما وقع من أخطاء من بعض الصحابة، وهذا لا يجوز. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، يعني ما حصل بينهم من خلاف واقتتال، يعني ما تخوض فيه، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، فلهم على الأمة محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان، ولهم على الأمة الترحم عليهم والاستغفار لهم، تحقيقاً لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهم على الأمة الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وذكر ابن عثيمين عليه رحمة الله أن حكم سب الصحابة على ثلاثة أقسام، انتبهوا لهذه الأقسام:
قال الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، يعني أن يسب الصحابة يقول أكثر الصحابة كفار، هذا القسم الأول، أو أن عامتهم فسقوا، قال فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق، يعني معنى ذلك أننا أخذنا ديننا عن كفار أو عن فساق. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد الذي يسب أحد من الصحابة ويقبحه، فقال يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت ويرجع عما يقول، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فقد نقله عنه شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، نقله مقررا له. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فلا يكفر ولكن يعذر بما يردعه عن ذلك. ونقل نص شيخ الإسلام ابن تيمية قال كما ذكر ذلك ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، ونقل عن أحمد قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. ثم قال ابن قدامة ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، لأنه يكذب لنص القرآن. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. ومعاوية خال المؤمنين نسبه لخال المؤمنين لأن أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخوها، فسماه كأنه خال المؤمنين. وهذا فيه كلام، يعني هل يطلق على كل أخ لأمهات المؤمنين بأنه خال المؤمنين أم لا يطلق؟ السلف أطلقوا ذلك على معاوية رداً على الرافضة ونحو ذلك، لكن البقية هل يطلق أو لا يطلق؟ أما إن كان المراد بذلك أنه يطلق مثلاً على إخوان أمهات المؤمنين بأنهم خوال المؤمنين، ويطلق على أخواتهن بأنهن خالات المؤمنين، ولا يتزوج أحد من هؤلاء ويقول هؤلاء خالات، فهذا لا، ليس هذا المراد البتة. ولذلك نقف على ما وقف عليه السلف، فإن السلف أطلقوا ذلك على معاوية، ولأن معاوية كان كاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أطلقوه عليه لبيان علاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك رداً على الرافضة وغير الرافضة الذين طعنوا في معاوية رضي الله عنه، فذكروا ذلك. فنحن لا نتوسع في هذا الأمر، يعني بحيث أننا نجعل كل أخ لواحدة من أمهات المؤمنين خال للمؤمنين، لا نتوسع في ذلك ولا ننكر عن من فعل ذلك، لأن المسألة خلافية بين العلماء، وقد أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية
بتفصيل طويل يتعلق بالأمر، فهذه هذا وجه أنه ذكر أنه خال المؤمنين هنا. وهنا علق الشيخ ابن عثيمين على حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين، فهن من آل بيته طاهرات مطهرات، لأن آل البيت يطلق على الذين تحرم عليهم الصدقة ويطلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مطهرات طيبات مطيبات بريئات مبرئات من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، وصلى الله وسلم على نبي الصادق الأمين. ثم ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، وهن خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم. إبراهيم من ماريا القبطية، وأما بقية أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم كلهم من خديجة بنت خويلد. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت سنة عشرة من الهجرة، سنة عشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة في السنة العاشرة من البعثة، قال قبل المعراج يعني قبل الإسراء والمعراج. الثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق، أريها صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين أو ثلاث، وقيل هذه امرأته، فعقد عليها ولها ست سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولها تسع سنين، توفيت سنة 58 هجرية. الثالثة سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران ابن عمرو أخو سهيل بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر، وقيل سنة 54 هجرية. والرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها بعد زوج مسلم هو خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد، وماتت سنة 41 هجرية. والخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد، وماتت سنة أربعة بعد زواجها بيسير. السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد، وماتت سنة 61 هجرية. السابعة زينب بن جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة 5 من الهجرة، وماتت سنة 20 من الهجرة. الثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية، تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل مالك بن صفوان سنة 6 من الهجرة، وماتت سنة 56 من الهجرة. التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر وهو عبيد الله بن جحش، وماتت في المدينة في خلافة أخيها يعني في خلافة معاوية سنة 44 هجرية. العاشرة صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم، اعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين، أولهما سلام بن مشكم والثاني كنانة ابن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 6 من الهجرة، وماتت سنة 50. الحادي عشر ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها سنة 7 من الهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم ابن عبد العزة، بنى بها في سرف وهو موقع قريب مكة هنا، وماتت فيه سنة 51 هجرية. فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما
أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، واختلف بسبب الفراق، فقال ابن إسحاق إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر ابن أبي أمية، ولو كانت من أمهات المؤمنين ما تزوجت بعده. والثانية أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية، وهي التي قالت أعوذ بالله منك ففارقها والله أعلم، يعني لقنت أن إذا قالت الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك فإنه يحب هذه الكلمة، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد استعذت بمعاذ ففارقها صلى الله عليه وسلم. قال وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ولكل منهما مزية على الأخرى، فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. وتكلم عن حكم قذف أمهات المؤمنين، فقال قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن. وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر، لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبيثات للخبيثين. وفرق بين أن يقدح في زوجة النبي بالزنا وأن تكون كافرة، فإنه وجد بعض نساء الأنبياء على كفر، لكن الزنا يختلف عن الكفر، فإن الزنا تدنيس لعرض النبي، هذا الذي جعلهم يكفرون من طعن فيهن بالزنا وقذفهن بالزنا فإنه كفر. ثم علق على موضوع معاوية رضي الله عنه لما أفرده بالذكر وقال إنه خال المؤمنين، قال معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمسين سنة، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية، وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 هجرية، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي، توفي في رجب سنة 60 من الهجرة عن 78 سنة. وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد الثاني في صفحة 199 نزاعاً بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ فتبقى أن هذه المسألة يعني مسألة فرعية ليست من مسائل العقائد، التي من مسائل العقائد هو محبة معاوية والترضي عنه وعدم القدح فيه، أما بقية المسائل فهذه من مسائل الفروع. ثم قال ابن قدامة عليه رحمة الله ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، يعني إذا أحدث أحد في الدين بدعة، والمراد بالدين هذا يشمل العقائد ويشمل الأحكام، فمن أحدث في الدين بدعة صريحة فإن هذا يهجر، لأن البدعة أعظم من المعصية، فإن صاحب البدعة مستدرك على الشريعة ويرى أنه عملا طيبا، فهذا فيه فتنة للناس، فهذا يهجر، ومعنى يهجر أي يباين، بمعنى لا يسلم عليه إذا ارتكب بدعة صريحة، وكان في هجرانه مصلحة للإسلام والمسلمين، لأن الأحوال تختلف من زمن إلى زمن. ولهذا يقول ابن عثيمين في تعليقه على هذا الأمر والمراد به هجران أهل البدع الابتعاد عنهم،
وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. قال: وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذه في الكافرين وتشمل أهل البدع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. وهل هذه من البدع كونهم تخلفوا؟ يعني هم تخلفوا ثم اعتذروا، قالوا لا عذر لنا أصلا، يعني قالوا نحن تخلفنا بدون عذر، فهذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يهجرهم. فدل على أن الهجر مشروع. إذا كان الهجر مشروع لغير أهل البدع فإنه لأهل البدع من باب أولى. لكن إن كان في، قال استدرك الشيخ ابن عثيمين، قال: لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا، يعني يتألفهم، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ثم قال: ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأى عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني يأتيه الرجل في البداية وهو مؤمن بصفة الدجال وغير مصدق، لكن ما يبعثه من الشبهات يؤثر عليه. فدل على أن الأصل أن تبتعد وتنجو بدينك عن أهل البدع والضلال. وهذا الحديث: فلينا عنه فوالله إن الرجل ليأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود، قال الألباني وإسناده صحيح. قال ابن عثيمين: لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لأن العلماء الذين ردوا مثل الدارمي وأحمد بن حنبل وغيره لما ردوا فإنهم اطلعوا على كلامهم في كتبهم. لكن هذا الاطلاع اطلاع لمن هو متسلح بالكتاب والسنة. ولذلك فإن بعض الناس الآن يرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة ورد على غيرهم واطلع على كتب الفلاسفة، ويقولون: نفعل كما فعل ابن تيمية. لكن افعلوا كما فعل ابن تيمية في البداية، فإنه حفظ القرآن وحفظ السنن وحفظ أقوال القرون المفضلة الأولى حتى صار عنده معرفة تامة. أما يأتي إنسان وهو ضعيف العلم هزيل ثم يدخل في الفلسفة فإن هذا فيه تأثير عليه. ولهذا دخل في الفلسفة ثلاثة من أذكياء العالم: ابن تيمية والغزالي وابن حزم. هؤلاء يعتبرون من أذكياء العالم. ابن تيمية سلمه الله عز وجل في عقيدته بسبب رصيده العلمي الكبير ومعرفته لأقوال العلماء. وأما الغزالي فقد تأثر فقيل دخل في بطون الفلاسفة ولم يخرج. وكذلك ابن حزم فإن له مسائل خاطئة أثرت عليه الفلسفة. فلهذا الابتعاد عن هذا لغير المؤهلين لذلك أمر مطلوب. ولهذا قال: إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليه فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدع واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما قوله في ترك الجدال في الدين والخصومات في الدين، فقال: الجدال منازعة الخصم للتغلب عليه. وفي القاموس: الجدل اللدد في الخصومة والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين:
الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوباً أو استحباباً بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منها التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ثم ذكر علامات أهل البدع وذكر بعض طوائفهم، فذكر أن من علاماتهم أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية، يعني من تسمى بغير أهل السنة والجماعة وتسمى باسم بدعي كالرافضي كالجهمي كغير، فهذا من علامات أهل البدع. انظروا إلى أهل السنة ما تسموا إلا بأهل السنة، أما من تسمى باسم غير السنة فهذا من علامات أهل البدع، أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة، أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم، أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. فإذا رأيت أحد يكره أئمة الإسلام، إما أن يكره الصحابة أو يكره التابعين أو يكره أئمة السنة من أئمة المذاهب الأربعة وأهل ومؤلف كتب الحديث ونحو ذلك، فاعلم أنه من أهل البدع، لأن هؤلاء اشتهر أنهم على أهل الحق وهم الذين نشروا الدين، فما يكرههم إلا مبتدع. قال: ومن طوائفهم الرافضة، وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله، ومنهم دون ذلك، لكن يعني الذين ادعوا أن علي إله هؤلاء يعني غالية جدا، لكن هم كلهم غلاة، الرافضة كلهم غلاة، ليس فيهم معتدل. ولذلك بعض الناس لما يقرأ هذا الكلام يظن أن في الرافضة معتدل، هو بالنسبة للذي قال أن علي إله يعتبر أقل خطر منه، لكن هذا لا يعني لا يخرجه من الغلو، لأن أقوالهم كلها شنيعة. ولهذا قال: وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبا: أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبا إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبهة ومنهم المعطل، ومنهم قال المعتدل بمعنى أنه لا يشبه ولا يعطل، يعني قال يعني فيما يتعلق بالأسماء والصفات أنه يثبتها. وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما فرفضوه، ما يريدون يترحم على أبي بكر وعمر، وأبعدوا عنه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم بالإمامة. الفرقة الثانية الجهمية، نسبة إلى جهم ابن صفوان الذي قتله سالم أو سلم ابن أحوز في عام 121 هجرية. مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. الفرقة الثالثة الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم. مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي، والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. أحد الأخوة يستدرك يقول فيه جملة لم تقرأها، وهي: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. أنا قرأت كلام ابن عثيمين في الصلاة، فهو نفس كلام المؤلف وزيادة عليه، يعني كلام الشيخ ابن عثيمين في الصلاة، وذكر طريقة الخلافة، وذكر الأحاديث التي توجب طاعة ولي الأمر وتحرم الخروج عليه. بقي صفحة واحدة في الفرق نكملها لكم قبل الأسئلة.
ذكر الفرقة الرابعة القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة، وهم فرقتان غلاة وغير غلاة. فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة هم في الحقيقة غلاة، لكن بالنسبة للأولين أخفوا منهم شرا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم. ولا شك أن هذا غلو كبير. الفرقة الخامسة المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان، أي تأخير عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية، وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. الفرقة السادسة المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق بمنزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد. ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية، ينكرون تعلق قضاء الله وقدر بأفعال العبد، وفي فاعل الكبير أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين. الفرقة السابعة الكرامية، أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 255 هجرية، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. الفرقة الثامنة السالمة والسالمية، أتباع رجل يقال له ابن سالم، يقولون بالتشبيه. وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف، ثم قال ونظرائهم. ونظرائهم قال الشيخ ابن عثيمين مثل الأشعرية أتباع الحسن علي بن أبي إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك، وبين بطلان مذهب المعتزلة، وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا سبعا زعموا أن العقل دل عليها، ويؤولون ما عداها. هذا ملخص ما جاء بهذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الإحسان. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.